بنات طول ما انا مش موجوده، وانا هناك اراعي امي وابويا. هو اصله كان بيحب ابويا وامي حب الى ما لا نهايه. بس فالحمد لله خدت الدكتوراه، وبعد كده بقيت عضو هيئة التدريس، مدرس ثم أستاذ مساعد، وترقيت في الكادر الجامعي. خلينا نقول إن البداية كانت التمريض اللي دايما بنسمع عنه، اللي بيشتغلوا بيه أصلا للأسف مش حابينه، أو أحيانا بعضهم عشان ما نعممش تمام بعضهم بيبصلوا نظرة إنه أقل دونية. بالظبط، نظرة دونية. أيوة. هو ده اللي وصلك حبك ليه وإخلاصك وتفانيكي في العمل كممرضة، علشان بس حضرتك لما نقدمك كنموذج وكممرضة وصلتي لكل اللي وصلتي له. نقول بإيه كده؟ نقول إن ما نقدرش نعمم، لأن التمريض أنت عارفة الانتقادات الموجهة ليه، هم ممرضين وممرضات، هو مشاكله، يعني مشكلة مشاكله كتير في مصر ونظرة المجتمع بنعاني ليه حقها انها تتغير. بس انا عاوز اقول لحضرتك ان كون ان اي حد يحب الحاجة اللي هو بيعملها يحبها قوي قوي، التمريض من ارقى المهن. من حضرتك بتتعاملي مع البشر، مع حياة بني ادم، في ايدك ان انت تخففي ألمه، وفي ايدك ان انت تزوديه. يعني بابتسامتك وبشاشتك ببساطة ديت مهمة قوي قوي انها تخفف آلام عيان. خلي بال حضرتك كمان ان الممرضة بتتعامل مع الانسان اللي قدامها وهو في اضعف حالاته. بالظبط. فهنا العمل إنساني، يعني بالزبط. هنا لازم بقى الضمير والتدين الحقيقي يظهر. الضمير وبعدين كان مجال طبي بقى، ناحية طبية، هو مكمل لأي عملية، هو مش حكاية مكمل، أساسي. هو أساسي. الطب حاجة والتمريض حاجة، موازن. حضرتك حضرتك الدكتور وظيفته إن هو يشخص العلاج، يكتب العلاج، يعمل العملية. احنا دورنا بيبقى قبل واثناء وبعد الكلام ده كله. يعني المهام اللي انا بعملها الطبيب ما ينفعش ان هو يعملها، والطبيب المهام اللي هو بيعملها ما ينفعش ان هو يعمل شغلي انا. فكل واحد في المنظومة الصحية او في الفريق الصحي دوره مهم، التوصيف الوظيفي بتاعه. أي. وعشان كده مهم قوي قوي لأي منشأة صحية إن كل واحد يعرف التوصيف الوظيفي بتاعه. طالما عرف التوصيف الوظيفي بتاعه يبقى معنى كده الأمور تبقى محددة، يقدر إن هو يتحاسب لو أخطأ أو يكافئ لو هو أحسن شغله بالتقييم بتاعه. هرجع لحضرتك في النقطة بتاعت إن كل عامل أو كل شخص يبقى عارف التوصيف الوظيفي، لأن ده شيء المفروض بديهي. أسس بس يعني أسس الرعاية الصحية. عايزين بقى نترك المجال الطبي شوية ونروح للفن. ممكن نتكلم عن الفن، الفن التشكيلي، أرقى أنواع الفنون، مع الدكتور أحمد الشامي أخو الدكتورة كريمة. ونقول الفن التشكيلي يعني أصبح ليه محبيه، اللي بيحضروا معارض، اللي بيقدروا مثل هذا الفن، ولا هو فن غربي، هو فن فيه غربة بيننا وبينه لسه شوية؟ والله هو فيه بالنسبة للفن التشكيلي في مصر تحديدا أو في الدول العربية ما زال في فجوة ما بين المشاهد أو المتلقي أو الجمهور وما بين الفنان التشكيلي، لأن في حصل نقلة، يمكن اختلفنا أو بعدنا عن الهوية بتاعتنا في وده يمكن أنا كنت بشتغل عليه في شغل الفن بتاعي كله. حصل تغريب من بعض الفنانين اللي جم من بره يعلموا في كلية فنون جميلة أو مدرسة الفنون الجميلة في وقتها، كانوا كلهم أو معظمهم طليان أو كده. فحصل مع حركة الفن التشكيلي الحديث في أوروبا، وإن احنا كنا بنستقي منها الفن التشكيلي بتاعهم، ويمكن ما كانش عندنا قبل كده في فترة انعزال عن الحركة التشكيلية، يمكن ما بين من بعد الفن القبطي أو الفن القبطي والإسلامي لحد الفن الحديث. أيوه. ما عندناش في فترة كده كان منعزل فيها الجمهور أو ما كانش فيه الفن التشكيلي، بمعنى الفن التشكيلي الجمال للجمال. يعني كانت معظمها كانت فنون تطبيقية،
خاصة بالمساجد وبالعمارة وبال يعني نقول ان الفن التشكيلي كان الروح بتاعه بعيد عن الروح الشرقية اللي احنا نفهمها بالظبط، اللي فيه ألفة بيننا وبينها، هو كان بالزبط. تقليد كوبي من الفن، لان كان المدرسين بتوعه كمان غربيين زي ما حضرتك بتقول بالزبط. عشان كده اسست حضرتك، حضرتك مؤسس لجماعه الحفاظ على هويه الفن التشكيلي المصري المعاصر. لان احنا مش عايزين نختلف او ننسلخ عن البيئه والمضمون او الفكر بتاعنا والعادات والتقاليد والحاجات، لان احنا في حاله تغريب جامد جدا وفي حاله انفصال عن هويتنا وقوميتنا في كل حاجة. يعني أنا مثلا بدي ورش أطفال، مثلا بلاقي أطفال عندي ما بيعرفوش يكتبوا اسمهم بالعربي، لما بيجي يكلموا معظم كلامهم غربي، يكلموا مع بعض حتى بلغات مختلفة، بيعتبروا ده دليل على الرقية أو يعني إحنا يعني اجتماعيا يعني في طبقة راقية يعني. بالظبط. وبعدين على النقيض برضو تلاقي اهلهم يحفظون قران، يعني القران يعني منين ده ومنين ده. المهم، فانا كان بيهمني جدا، عملت حتى في رساله الدكتوراه بتاعتي متحف افتراضي للطفل، بحيث للطفل الغربي ان هو يدخل على الموقع بتاعي ويتفرج على معظم الحضارات المصريه، لان مصر قامت فيها عده حضارات، يعني إذا كانت الحضارة المصرية القديمة بتعبر عنها بلوحات حضرتك يعني، ولا بلوحات وورش، يعني بقدم لهم الفن المصري والإسلامي والقبطي في صور ومعلومات وحاجات زي كده. فأنا بوصل الحضارة بتاعتنا زي ما احنا بناخد منهم أفكارهم في حاجات ميكي ماوس حاجات الكرتون كلها، زي ما بنقتبس منهم احنا ممكن نوصل لهم، بالظبط، خصوصا احنا اصحاب التاريخ يعني والعمق والحضاره يعني. بالظبط. فالثقافه الوافده بتاعتهم بيغرسوها فينا وبيحاولوا يحولونا، او نبقى احنا او نفقد الهويه بتاعتنا واحده واحده، زي ما حصل مع كتير من الدول، مش لازم الدول العربيه بس يعني، في وقدروا يعملوا كده على فكره بالفنون، سواء كانت سينما بالزبط. سواء الفنون مختلفة او كرتون او بالزبط. وبعدين بيعرفوا يخاطبوا كل مرحلة عمرية بالظبط، فده نجاحهم يعني. بالظبط. الموضوع بقى له يعني مشاكل كتير جدا، يعني فيه مع التغريب وفيه ضد التغريب، واللي مع التغريب بيقول رأيه ان هو ان احنا لازم نواكب الحضارة او بنعتبر ان اللغه التشكيليه لغه زي الموسيقى مثلا، انا ممكن اسمع الموسيقى الصينيه واطرب ليها، والموسيقى الغربيه الايطاليه كذا كذا. فلغه الفن التشكيلي بتبقى لغه عالميه زيها زي الموسيقى بالظبط. فهل يا ترى احنا نقدر نستوعب ده؟ طيب احنا كفنانين قدرنا نفهم وقدرنا نستوعب وقدرنا نواكب الحركه التشكيليه، لكن هنا الجمهور نفسه احنا لسه ما زال عندنا محو اميه، عندنا اميه كبيره جدا لسه ما يعني بنكافح في محو الاميه، عندنا لسه الشعب المصري ما زال بيجري وراء لقمه العيش، ما يهموش ان هو يتفرج على لوحه بقدر ما يهمه ان هو يلاقي عيشه مريحه الى حد يعني. ما حضرتك بتتكلم على امور ترفيهيه بالظبط، يعني عايزه تبقى الاساسيات متوفره بالزبط. كل الاساسيات بالزبط. علشان يبدأ الشعب يتجه هذا الاتجاه بالزبط. فأصبح الفن التشكيلي خاص بفئة من المثقفين اللي هم بيروحوا دار الأوبرا يتفرجوا على معارض، واللي عندهم وقت فاضي ممكن ينبسطوا يشوفوا لوحة جميلة أو شيء من هذا القبيل. حصل أن في الفن التشكيلي حتى الغرب نفسهم ابتدوا يقفوا وقفة صادقة جدا مع نفسهم، ويقولوا ان ده كان عباره عن يعني زي ما بيقولوا ضحكه على الدقون او نظام يعني. هل هو اندثر حتى في الغرب الفن التشكيلي ما بقاش ليه؟ رجعوا تاني للواقعيه الحديثه. الواقعيه الحديثه. طب هنقف عند الواقعيه الحديثه ونفهم ما هي بقى الواقعيه الحديثه، لان طبعا المدارس دي تخصص، بس انا عايزه اكلم منى ومها معايا
ومش عارفه هنا تاثيرك بقى، انت سبت لهم حريه يعني. انا شايفه تخصصات مختلفه تماما، تمام. مهندسات، مهندسه ديكور ومهندسه زراعيه، والتخصصات هنا ماما ما اتدخلتش خالص. تدرسوا انا اللي ايه اتدخلت بقى؟ مع عمرة انت انا حضرتك دكتور احمد تدخلت معاهم اكتر، انا اثرت عليهم بالتخصصات انا ولا اه مش يعني علينا كلنا؟ لما هي الدكتورة اصل كريمة العيله كانت اصلا فنيه يعني. بابا الله يرحمه كان فني بالدرجه الاولى، واحمد واخد الهوايه ديت الملكات يمكن بتاعته ده ديت حقيقي. وراثه. ايوه، فمنى وانا بالجينات دخلت كمان برضو تبعيه وراهم. حبا في خالها. بالتبعيه، ونقول فعلا دي جينات بتبقى تمام. في العيله يعني. حبيتي يعني احنا انت كان ان انت قدامنا مثلا كذا اختيار، ان انا ممكن يعني عندي مثلا انا اقدر ادخل كذا وكذا، بس انا حبيت يعني اول رغبات كانت كلها فنون وعماره، يعني دي كانت اول رغبات بالنسبه لي، هي ايوه. كانت هما دول وخلاص على كده، ما كنتش عاوزه اكتر من كده. وبالنسبه لك بقى مها؟ لا، هو بالنسبه لي يعني الكليه دخلتها بالنسبه المجموع لبابا هو مجموع مجموع. يعني نقول خلينا صرحا وباباها على فكره بابا شجعني باباها عليها. كان خريج كان خريج زراعه. ايوه، فهي برضو كان قدامها فنون تطبيقيه وزراعه، بس حبت زراعه القاهره برضو عشان يمكن بالظبط عشان باباها. هو اللي شجعني. بتسيب لهم دايما حريه طبعا الاختيار في كل طبعا حاجه، طبعا، حتى لما يجوا كل اختيار واحد ليه الجواز شخصيه. لا، بس توجيهها دايما بيبقى هو الاساس، يعني احنا بيبقى لنا حريه الاختيار، بس دايما التوجيه ونصح الماما، ايوه. لكن احنا يعني ميولنا لايه ده، دي حاجه بتاعتنا، لكن هي لازم تقول لك لا، ايه الاحسن وايه طب الاوحش. بصراحه كده عايز اسالكوا سؤال، ماما انسانه طموحه جدا ومشغوله جدا، ما كنتوش بتفتقدوها في اي مرحله عديتوا بيها لما كنتوا اصغر من كده؟ مش دايما بصراحة يعني، ماما كان لو غيابها في البيت مجرد رجوعها البيت بيغطي دايما على غيابها. الفترة اللي احنا مثلا نقول كانت الكواليتي بتغيب تايم او الوقت اللي هو بتقعدوا معاكوا بتعوضكوا، بتكون متفاعلة جدا وبتشاركوا كل حاجة، فبتعوضكوا عن بالظبط. وقت الغياب. غير بقى ان هي بتقول لنا المقرر اليومي، يعني تعرف اخبارنا، مش هو بس مجرد انها وصلت البيت وخلاص بتقوم بواجب، لا، ده هي بتجيب بقى الاخبار كلها الف ب كده ورا بعض على طول. اصحاب تعتبروا اصحاب مع ماما، ولا ماما في جزء منها ديكتاتوري؟ لا، ماما في جزء منها ديكتاتوري بصراحة. احنا بنتكلم بصراحة، في جزء ديكتاتوري. جزء ديكتاتوري. متقبلين ومتعايشين معاه ولا؟ متقبلين. زمان كان ممكن اقول ان انا ما كنتش متقبلاه، بس انا دلوقتي لما بقيت ام فبقيت لا، متقبلاه جدا، وعارفه ان دوت كان في مصلحتنا، يعني كان في مصلحتنا، بس احنا كنا غفلانين عن كده. احنا أيوة. من صغير يعني لو صغيرين مثلا كنا بنبقى عاوزين كل اي حاجه قدامنا، فماما لما تقول لا الحاجة او الحاجة دي يبقى هي ليها وجهة نظر معينة احنا مش شايفينها. لما بقيت ام بعد كده بقيت اشوف نفسي، يعني لما اتحطيت في مكانها بقيت اقول لا، هي كان عندها حق. ايوه. لما بتسمعي ماما وهي بتتكلم عن طموحها وانها كان عندها احلام، ومش بيبقى تحدي ليكي انك تبقي على نفس المستوى، ولا يعني جايب نتيجة ايجابية ولا جايب نتيجة سلبية معاكم؟ إيجابية من ناحيتي أنا؟ يعني لما بتقارني مثلا ان ماما كان عندها طموح وتحديات وقدرت توصل وتحقق كتير من احلامها، عندكم نفس التحديات والطموح؟ مش بتقارن دايما وضعكم بصراحة، بوضع مش دايما، ماما واللي لا، وصلت له؟ على حسب كل شخص وشخص. بس ماما من صغرنا وأنا دايما شايفة فيها الطموح والإصرار كمان، يعني مش طموح بس، ممكن يبقى عندي طموح وإن أنا نفسي أوصل لحاجة، بس الإصرار إن أنا أوصل بالطموح دهوت لحاجة فعلا، ده كان عند ماما. طب رأي حضرتك، ورثوا منك الطموح والأحلام والتحدي والشخصية اللي فيها إصرار؟ منى بتضحك، واضح ان في رأي انت عارفاه يعني. هم يمكن هم كل واحدة ليها شخصيتها المستقلة، ولكن حتة الطموح ديت انا ما حسيتهاش فيهم، عشان يمكن هم باصين لي ان انا ما اتمتعتش بحياتي كما يجب، وعلى طول بذاكر وعلى طول بحضر مؤتمرات وعلى طول الدراسة شغلاني لدرجه ان انا ما اتمتعتش بحياتي كما يجب، فهم بيقولوا ان هم عاوزين يتمتعوا بحياتهم. ايوه. فديت يمكن وحضرتك النقطه لما بتسترجعي فعلا ان حياتك كلها كانت يعني ببساطه كده نقدر نقول شقه ومذاكره، تمام، وبتسعي ورا حاجه، مش بتندمي لا وتقولي لا معاهم اطلاقا حق هم؟ اطلاقا. انا حابه قوي قوي اللي انا بعمله ومقتنعه بيه، بالعكس ده انا بلاقي سعادتي في البحث العلمي مثلا. انا لو قعدت 24 ساعه اشتغل في الابحاث انا بنسى نفسي. سعادتي ان انا بدي،
سعادتي ان انا بقدم معلومه، بعمل وعي مجتمعي، ده انا بشوف نفسي فيه بصرف النظر عن هو دي متعتي الحقيقيه فعلا. ايوه فانا مش ندمانه. حضرتك اخذتي خبره في مجال التنميه البشريه ايضا جدا، وخلينا جداً نقول ان ده مش بعيد عن مجال التمريض، لان احنا لو هنتكلم عن تمريض وممرضه لازم هو يكون عنده فكره عن علم النفس وعن التنميه البشريه والتعامل مع المريض ازاي طبعا ومراعاه حالته النفسيه طبعا. خلينا نطلع لتقرير بدو حضرتك تشوفيه مع المشاهدين ورايهم في خدمه التمريض عموما، والنظره اتغيرت ولا لا، وايه مشاكل الخدمه دي في مصر وابعادها ايه. نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. خدمه التمريض في مصر المفروض تبقى على اعلى مستوى. هو دلوقتي في عاملين هم نظام معهد عالي للتمريض، وفي برضو دبلومات للتمريض، ولكن احنا بنطالب بمستوى راقي للممرضه ان هي يكون ليها دخل مادي كويس يرفع من مستوى الخدمه. خدمه التمريض احنا لما بنبص بنلاقي في المستشفيات الخاصه الخدمة بتفرق عن المستشفيات العامة، فده كده بيبقى ملفت للنظر جدا. لازم أدي الممرض أو الطبيب حقه كمسؤول عن الشعب برضك، فالنهاردة أنا أدي له حقه علشان خاطر أقدر أحاسبه. منظومة التمريض تعب المواطن البسيط، المواطن البسيط اللي هو على قده، اللي هو بيصرف علاج من الدولة، من الوزارة، أوراق ما بتخلصش، قرارات صعبة. لازم المفروض يبقى فيه يخرج كوادر، يبقى فيه معهد يخرج كوادر للتمريض. يقدر ان هو دلوقتي ما معظمه ما بقاش يعني زي الاول، ما بقاش فيه الخدمة زي الاول. طبعا يا مان مهمة جدا جدا جدا، وزي ما احنا بنسميهم ملائكة الرحمة، هم مساعد طبيب، بس انا شايف ان هم حقوقهم مهدورة شوية، يعني هم دايما بيشتكوا، لكن احنا لو اهتمينا بيهم، لو الدولة اهتمت بيهم على المستوى العلمي، هم فئة مهمة جدا جدا وما نقدرش نستغنى عنها. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، وبنستكمل حوارنا مع الدكتوره كريمه. ونقول لك بصراحه خدمه التمريض اختلفت. احنا كان معانا او عندنا في مصر مشاكل في التمريض كلنا عارفينها، لسه نفس المشاكل ولا في تحسن؟ وليه مع يعني شخصيه زي حضرتك وعندك الخبره وعندك الوعي، ليه مع خدمه المجتمع اللي انت بتقدميها في مجالات كتيره، ليه ما فكرتيش انك تقدمي كورسات تدريبات للممرضين؟ لا ده بالعكس، ده انا بشتغل دلوقتي خبير تنميه بشريه، بدرب التمريض بكل فئاته وعلى مستوى الجمهوريه كله، ومش مصر بس، ده انا بدرب كمان خارج مصر، يعني دربت في ليبيا كذا مره، يعني بروح اقعد بال 15 يوم وادرب هناك وفي اماكن تانيه كمان. فأنا أصلاً مدرب للتمريض مدرب للتمريض، وبدرب كمان وأنا لسه يعني وأنا معايا ماجستير، مش الوقتي يعني بقالي أكتر من 25 سنة وأنا بدرب. أيوة. فبدرب التمريض، بدرب على التمريض بقى ككل، بدرب على مكافحة عدوى المستشفيات، عشان أنا استشاري مكافحة عدوى المستشفيات، معايا ماجستير ودكتوراه مكافحه عدوى المستشفيات. فده وده اسس. نقول عدوى المستشفيات الصحية. دي مشكله برضو كبيره طبعاً جدا طبعاً جدا، خصوصا للمرضى اللي موجودين. احنا حتى كزائرين ندخل المستشفى طبعاً بنبقى خايفين واحنا داخلين، لان أكيد احنا عارفين المشاكل اللي بتحصل. أكيد. دلوقتي اصبحت كعلم ودراسه، ده علم واسس بتمشوا عليها، ده عشان تكافحوا العدوى، والناس معاها ماجستير ودكتوراه من زمان جدا مستلزمات جدا. بقى طبيه، في مقاييس عموما
طبعا يعني حاجات خاصه بالبيئه وحاجات خاصه بالبني ادمين سواء كان مريض او فريق صحي، حاجات خاصه بالاجهزه الطبيه، في حاجات كتير جدا جدا، مستشفيات طبعاً. بعد السرير عن السرير الاخر، يعني الحاجات اللي هي خاصه، اللي هي الحاجات الخاصه بالبيئه البيئه سواء كان بقى النظافه الاجهزه وتواجد الاجهزه زي ما حضرتك بتقولي، بعد السرير عن السرير، الاماكن قد ايه، ده وضع كمان المريض في لو في اسم او في عنبر من العنابر، انهي مريض يتحط في الاول وانهي مريض يتحط في الاخر على حسب تيار الهواء داخل ازاي. وهو لو مثلا عندي مريض عنده عدوى في الجهاز التنفسي مثلا وحطاه في اول الاسم والهواء بيجي كده، الهواء هيجي ياخد العدوى ويجي يوزعها على باقي المرضى فكمان ومضر ليه هو شخصيا كمان. فيعني هنا ما هو ديت عشان كده احنا بنقول عدوى المستشفيات، ده ممكن يكون مريض داخل ما فيهوش حاجه، ما عندهوش عدوى وياخد عدوى من المستشفى، حد دخل يعمل زايده مثلا مشكلته كلها ان هو عنده التهاب في الزايده وداخل عشان يشيل الزايده بالجراحه، يطلع بقى ان هو يكتسب عدوى، الجرح يتلوث، ياخد عدوى في الجهاز البولي في الجهاز التنفسي حسب الحاجه اللي اتعرض ليها من ومن كذا مصدر. طب من خلال كتير. تدريبك للممرضات والممرضين ايه مشكلته؟ يعني هل المشكله بتبقى تعليميه وعدم وعي ولا ضمير ولا النظرة وعدم حب المهنة نفسه كمشكلة التمريض عامة يعني؟ لا لو لخصناها في نقاط. حضرتك في حاجات خاصة مثلا بالبلد كوزارة وسياسات متمثلة في ايه؟ سوء توزيع الممرضات على مستوى الجمهورية، بمعنى ان فيه مثلا الوحدة الصحية اللي هي بتقدم الرعاية الصحية الأولية المتمثلة في الوحدات الصحية اللي هي في القرى وفي الريف ديت، ألاقي فيها مثلا 70 ممرضة ولاقي في عناية مركزة عدد قليل جدا، 70 دولت يعني يفرشوا مستشفى كلها أو يقدموا مستشفى، ألاقي فيها عدد قد كده، وفيه في الأماكن الحساسة زي العنايات المركزة الطوارئ الأماكن الحساسة اللي زي كده ما فيهاش عدد، فدي أول حاجة. الحاجة الثانية إن مفيش تدريب كما يجب، تدريب إمتى؟ قبل التوظيف، يعني هي خلاص اتخرجت بمعلومات أولية اللي بتخليها تشتغل في أي مكان، لكن في حاجات بتبقى خاصة بمكان محدد اللي هي مفروضة تشتغل فيه، فهل هي اتدربت للمكان ده على السياسات والإجراءات والبروتوكولز بتاع المكان ولا لا؟ والرقابة حضرتك مهمة، فدي حاجة التقييم بتاعها سواء في كل المراحل، لما تدخل المكان هل هي اتدربت على تدريب وتعليم مستمر بحيث ان كل يوم فيه جديد في الطب، فهي هي معلوماتها ثابته زي ما هي ولا بتحدثها، بتحضر مؤتمرات وبتحضر ورش عمل وبتحضر حاجات من دي ولا لا، داخل المكان ذات نفسه اداره المكان اهم حاجه. الاداره ودي كل مؤسسه على فكره نجاح سواء كانت مستشفيات او اي مستشفى يتوقف على الاداره الناجحه اللي هي بتحط الشخص المناسب في المكان المناسب، تعرفه دوره ايه، تقيمه ازاي، وتحفزه ازاي، ولو اخطا تعاقبه ازاي. فين احنا عندنا نظام التحفيز والتشجيع؟ ما عندناش الكلام ده. والعقاب، التحفيز والتشجيع والعقاب يعني بالظبط. ففيها عوامل كتير بالاضافه طبعا للعجز الرهيب في التمريض، بالإضافة للمرتبات بتاعة ونظرة المجتمع، خلينا نقول بتمثل عائق نفسي. هو على فكرة التمريض بيشتغل عبء فوق عبء كتير عشان مفيش توصيف وظيفي محدد ومعروف. بمعنى ايه حضرتك مفيش توصيف توصيف وظيفي؟ يعني ايه حضرتك؟ يعني انا في المكان ده هوت دوري ايه بالظبط من اول ما ادخل المكان لحد ما اخرج، دوري ايه اللي بس دي بديهيات حضرتك، يعني ان اي حد بيدخل مكان يشتغل لا. يبقى أنا عارف ممكن ان انا طب ما انا ممكن ان انا هعمل الشغل الفني بتاع المعمل، انا هعمل شغل مساعده الممرضه، انا هعمل شغل الدكتور في بعض الحاجات،
فهو التوصيف الوظيفي ده يعني معنى ان هو واحد اتنين تلاتة وما يتعداش الحدود دي والنقاط. وبالتالي حضرتك يوم ما الواحدة تغلط هتتحاسب وتتعاقب ازاي من خلال التوصيف الوظيفي بتاعها ده ما يجب ان تفعله. علشان قلنا في بداية اللقاء ان احنا معانا شخصية او نموذج يحتزى به فعلا في مجال التمريض، وصلت لمناصب كتيرة كان طموحها واحلامها، بدأ من حبها لمهنتها واخلاصها فيه. نقول بقى المناصب وندي فكرة عنها. عندنا حاجات كتير، أبدأ بالمنظمة الإفريقية للأبحاث والتدريب السرطان. في السرطان حضرتك نائب رئيس المنظمة. تمام. تمام. حضرتك عضو المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. أيوة. نقول إيه كمان يعني؟ وعضو في مجلس علماء مصر، وعضو مؤسس في منتدى الإصلاح الصحي، وده برضو منتدى ليه نشاط متميز جدا، مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة. ايوه. طب نتكلم عن ايه يعني مناصب؟ وسفير النوايا الحسنه من جامعه الدول العربيه، اخذت سفير عشان تميزي في المجال الصحي. ايوه. بالنسبه للمنظمه الدوليه للسرطان، انا بقالي اكتر من 8 سنين وانا بشتغل على المستوى العالمي. قعدت سنتين، أول ما بدأت كنت ممثل تمريض شمال أفريقيا لمدة سنتين، وبعد ده كان بالاختيار، وبعد كده السنتين اللي بعديهم كان انتخابات أونلاين، اتقدمت وأخدت الحمد لله بالانتخابات ممثل تمريض أفريقيا كله. أيوه. لمدة سنتين. بيبقى التقييم هنا على أساس إيه بقى؟ السي في بتاعتي ونشاطي ودوري إيه في المجتمع ودوري إيه في الجامعة وكل الحاجات دي، يعني كل واحد بيقدم وهم بيشوفوا بقى مين اللي أصلح وبيدلوا أصواته. أيوه. وحضرتك كنت اللي مقدمة ورقة العمل أيضا في ده في المنتدى الاستراتيجي. أيوه. لكن أنا بتكلم على حتة المنظمة الأفريقية للسرطان. ودي منظمة على فكرة دورها عالمية مهم جدا، عالمية لأنها بتقدم أبحاث. دي مسؤولة عن التدريب والأبحاث في السرطان، ودي مقرها في كيب تاون. قعدت 4 سنين الحمد لله نائب رئيس المنظمة لشؤون شمال أفريقيا، وإحنا بنشتغل فيها شغل على المستوى العالمي. سبب وجودي في المنظمة دي كان ليا بقى نظرة للمجتمع، اشتغلت على المشاكل الصحية بتاعت المجتمع بتاعنا، المجتمع المصري خاصة، فكان من ضمن المشاكل بتاعتنا سرطان الثدي في السيدات وسرطان الكبد في الرجالة، فاشتغلت بقى على دول في التلفزيون وفي الإذاعة وفي بمعنى في إيه كل حضرتك بكان. اشتغلتي على يعني بشتغل، أنا عارفة إن إحنا عندنا نسبة حدوث السرطان في السيدات نسبة مرتفعة وكل مدى ما بتزيد، فأنا دوري بقى أعمل إيه؟ أشتغل على الوقاية، بحيث الوقاية والتوعية. الوقاية، ما هو التوعية ده جزء من الوقاية. فبدأت إن أنا أشوف الأسباب إيه؟ الأسباب إن الناس مش فاهمة خطورة المرض، مش فاهمة طبيعة المرض، مش فاهمة كل الكلام ده، فبقيت إن أنا أشتغل على الكلام ده، أعمل وعي مجتمعي، وعي صحي طب مجتمعي. طب عايزين نقف عند النقطة دي. حضرتك بتقولي من خلال عملك لاحظتي إن نسبة الإصابة بالسرطان كتيرة جدا في مصر. تمام. إيه السبب؟ يعني عدم الفهم أو عدم الوعي، دي قصة، لكن إيه سبب حدوث المرض؟ هل هو التغذية، اسلوب يعني ليه علاقه بالاكل وبعدم النظافه؟ بالنسبه لسرطان الثدي تحديدا اسبابه كتير، اولها انها اسباب وراثيه، بس مش معنى ان فيه اسباب وراثيه يبقى في حتميه ان الشخص ان الواحده يجيلها، لكن بالوعي وبالتحاليل والحاجات دي ممكن الوقايه. ايوه. حتى لو كان فيها عوامل وراثه بيلعب دور الوراثه دور قوي بنسبه كبيره جدا جدا. بنسبه كبيره، بس كل ما الدنيا بتتطور وكل ما الابحاث العلميه بتتطور بدانا الوقت ان احنا نقول لو فيه مثلا واحده كانت مامتها عندها وهي متوقع بنسبه كبيره ان هو يجي لها، فايه اللي المفروض ان هي تعمله عشان تقي نفسها؟ ده بقى الوقت الابحاث اتاحت الكلام. هل الابحاث توصلت مؤخرا ان في اساليب وقايه من المرض؟ في اساليب كتير جدا جدا، اولها ان احنا نعرف الاسباب ايه ونشتغل على الوقايه، يعني مثلا ان السمنه
والعادات الغذائية الخاطئة دي بتسبب سرطان الثدي، السمنة. أيوة. السمنة والعادات الغذائية الخاطئة، الأكل اللي الواحد يأكل دهون كتير وسمن وحاجات من دي كتير، ده سبب من الأسباب. أيوة. التدخين مثلا، لو الواحدة اتجوزت وخلفت أول بيبي لها مثلا، فضلت تأجل الحمل تأجل الحمل وجابت الأول بيبي بعد 35، فهي بتبقى أكثر عرضة إن هي ممكن إن هو يحصل لها سرطان ثدي. الإنجاب المتأخر سبب طبعا، ولما تتجوز ده برضو سبب. الأسباب دي بتبقى أسباب بتخلي الواحد يخلي باله. يعني لما أقول مثلا إن الواحدة لو جات لها الدورة الشهرية بدري قبل سن ال 12، فهي معرضه اكتر من اللي جات لها في 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 ميعاد طبيعي 14 15 سنه. ان السيده لو الدوره الشهريه بتاعتها اتاخرت اكتر من 55، فديت كده علامه خطر. ايوه. الناس اللي هم بياخدوا حبوب منع الحمل برضو ديت بتبقى اكثر عرضه. هنا التوعيه تلعب دور مهم جدا، ان في وسائل اخرى اكثر امنا يعني. تمام. اللعب بقى في الثدي، يعني اللي بتكبر وبتصغر وعمليات ومش عارف ايه. أيوة. حاجات من دي، فهو فيه عوامل خطوره بتخلي الواحد اكثر عرضه من غيرها. أيوة. لما الناس تعرف العوامل الخطوره وتعرف الاعراض، بمعنى ان لو اتغيرت طبيعه الثدي بتاعها، حصل فيه اي حاجه غير طبيعيه زي افرازات هرش، تغيير في لون الجلد، الحلمه شكلها بيتغير تدخل لجوه، كل الحاجات دي اعراض تخلي الواحده احنا بنقول لها خلي بالك المرض ده كذا طبيعته كذا، الاكتشاف المبكر. ودلوقتي في وسائل التواصل الاجتماعي اللي بنقولها انترنت، فيسبوك، مش كل حد عنده، اعمل سيرش، كل حد عنده وابحث يعرف يوصل للانترنت. حضرتك تعالي بصي بقى على الصعيد والمحافظات الحدوديه هنا بقى، والقرى والحاجات دي، دوركم بقى ان انتوا توعوا بقى بقوافل وحملات توعيه. هو ده اللي انا قصدي عليه، عشان كده احنا بنركز على الناس اللي محرومين من الخدمه الصحيه، الناس اللي ما عندهمش وعي كفايه، فبنحب ان احنا نوصل لهم، وخصوصا ان السيده المصريه بتوصل للدكتور في مرحلة متأخرة لما بيكون المرض زاد عندها وانتشر عندها. أيوة. فهو المنظمة ديت ادتني حرية وادتني المجال ان انا اشتغل بقى في كل مكان على المشاكل المجتمعية بتاعتنا. هنستكمل مع حضرتك ونروح للدكتور احمد ونقول احنا وقفنا عند نقطة معينة، ودي كانت يعني معلومة جديدة بالنسبة لي، ان حتى في الخارج الفن التشكيلي أصبحوا ينظروا له نظرة إنه مش حاجة لمسة الناس قوي، فالاتجاه أصبح لإيه بقى؟ في بره في الغرب ابتدينا نكتشف إن إحنا هم برضو ابتدوا يكتشفوا إن كان في توجهات وتوجيهات سياسية كتير جدا لتغيير مسار الحركة التشكيلية أو الفن التشكيلي. يمكن بعد التأثيرية تقريبا، المدرسة التأثيرية ابتدى او التاثيريه او ما بعد التاثيريه، ابتدى يبقى فيه تغيير لمفاهيم الفنانين تحت وطئه الحركه السياسيه نفسها، فتاثر الفن بالسياسيين كرجال سياسه وبالحركه السياسيه، فابتدى ينفصل كتوجهات. يعني عايز اقول الموضوع كان له تبعيات كتير واسباب كتير جدا، يمكن ما يعني ما يتاحش الوقت لسردها، لكن هو حصل بعد كده التغريب، حتى عند الغرب نفسهم بداوا يحسوا بالتغريب من جواهم، ان هم حتى الموضوع بقى غريب عليهم، مش تغريب عندنا ان احنا بنتجه للغرب، هم نفسهم ابتدوا يحسوا بغرابه الفن وبالحاله اللي. وبعدين يعني احنا وصلنا للتجريديه والتجريديه التحليليه، وبقى في اكتر من 150 مدرسه غريبه الاسماء زي الفن الممغنط والفن الحركي وفن الحصان الحمار الوحشي وفن المش عارف ايه، كل ديت مدارس باسماء غريبه وبحاجات ملهاش اصول فكريه او اصول، يعني عارف حضرتك ملهاش قواعد او جذور نقدر ننطلق منها.
فابتدى الفن هنا يبقى غريب حتى عن عنهم هم نفسهم. وابتدوا يتجهوا لفن البيئه وفن الارض وفن والفن الحركي، وابتدى يدخل الصوت وابتدى يدخل الحركه مع الفن التشكيلي نفسه كعمل فني. احنا استضفنا النهارده الاسره دي، واستضفنا الدكتوره كريمه نتكلم عن الطب، نتكلم عن نموذج مشرف حب مهنته اداها قوي او اديتها قوي، فالمهنه بالتالي اديتها هي كمان. نتكلم بقى على الناحيه الانسانيه اكتر، عايزه اقرب منها اكتر. انتوا بتبصوا لها كأم، حضرتك هي كأخت متواجده متألقة نفس تألقها في مجال مهنتها؟ هي في الحالتين أم، يعني بالنسبة لي كانت أم، وأنا بالنسبة لي كان عندها وقت تبقى أم هنا وأم لبناتها الأربعة. طبعا هي متبنياني من صغري على فكرة. إزاي نستفيد بكل دقيقة من وقتنا؟ لأن أكيد أنت الساعة عندك محسوبة وليها قيمة، وبتستفيدي بوقتك تمام، يعني وبتعرفي إزاي تنظمي، وده فن على فكرة، فن إدارة الوقت. إدارة الوقت أهم حاجة، إن حضرتك تكوني حابة المكان بتاعك، حابة بيتك، حابة أولادك، حابة حياتك، حابة ربنا وراضية عن حياتك. الرضا ده مهم قوي قوي. تنظيم الوقت مهم جدا. عارفة حضرتك وأنا وولادي صغيرين، فكنت أعمل إيه؟ حاطة في كل مكان ساعة، بحيث إن أنا عارفة هدخل الأوضة دي أرتبها، يبقى هقعد مثلا فيها ربع ساعة جري في جري جري في جري، وهكذا. كل مكان كنت بحسب له كأني في امتحان، عشان ما فيش حاجة تضاع مني وتقع مني. تنظيم وقت ده ساعدني كتير جدا جدا إن أنا حياتي تبقى ناجحة وحياتي تبقى منظمة. حبي طبعا ليهم، حب ان انا استمر وحب ان انا ادي، والحمد لله. يعني انا شايفه ان انا عملت بصمه كويسه، سواء كان على المستوى مصر، مستوى المجتمعي، في على مستوى بناتي، حياتي كلها مع الحمد أخواتي. لله. وزي ما حضرتك بتقولي الرضا، ان حضرتك راضيه، راضيه عن حياتك، راضيه عن اللي وصلتي له. وتاني حاجه مهمه قوي قلتيها برضو، بتلخص حاجات كتير جدا في لقائنا النهارده، ان احنا نحب اللي احنا بنعمله، نحب حياتنا، نحب اسرتنا. الحب هنا مهم قوي. بشكر حضرتك مره تانية. شكرا. دكتوره كريمه. شكرا. دكتور احمد. شكرا. البنات. شكرا. كنا نتمنى كل الاسره تكون النهارده مجتمعه. بشكركم. بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله في نفس ميعادنا الاسبوع القادم وحلقة جديدة من بيت العيلة.